هذه ليست ألعاب الباتل رويال التي يهواها كثير من الشباب والمراهقين، بل هي مشاهد النزاعات العشائرية الحقيقية التي تتكرر بين الفينة والأخرى في مناطق شمال البصرة جنوب العراق. شيوخ العشائر في البصرة أوضحوا أن تلك النزاعات ناجمة عن ظهور شخصيات تتنافس على ابتزاز الشركات العاملة بمناطقهم، فضلا عن نزاعات تجارة السلاح والمخدرات مع قلة اهتمام القوات الأمنية بواقع تلك العشائر هناك وفقا لقولهم. عدة عوامل أدت إلى استفحال يعني النزاعات في مدينة البصرة، منها ظهور البعض المتشيخة وكذلك ظهور بعض الفتونة من الذين جعلوا لمشيختهم نوع من الرزق حيث اعتمدوا على ابتزاز الشركات. إضافة إلى ذلك نرى عدم اهتمام بعض الأجهزة الأمنية بالواقع العشائري حيث اعتمدوا اعتمادا كليا على الخطط الكلاسيكية التي لا تنسجم مع الواقع. كما يعلم الجميع بأن معظم أيضا بعض النزاعات ومعظمها تنتمي إلى المتاجرة بالأسلحة والمتاجرة بالمخدرات. ناشطون في مجال حقوق الإنسان طالبوا وزارة الداخلية العراقية والجهات الأمنية في محافظة البصرة بأن تأخذ دورها الحقيقي لتحقيق السلم المجتمعي، مشيرين أن هناك شخصيات عشائرية تجري لقاءات مع جهات خارجية مسؤولة عن خلق النزاعات بين العشائر العراقية. قيادة العمليات وإيقاع شرطة البصرة ووزير الداخلية معنيين أن يتدخلوا بالموضوع، وبالتالي نحن كبصريين بالدرجة الأولى وكمراقبين نرى أنه هذه الخروقات الأمنية تنعكس سلبا على واقع المحافظة باعتبارها عاصمة اقتصادية. إذا أردنا أن ننزع السلاح يجب أن يكون قولا وفعلا من خلال التنسيق مع شيوخ العشائر مع وثيقة العهد، حتى بالتالي تلزم شيخ العشيرة وتلزم أفراد العشيرة. بعض من يدعون أنهم شيوخ عشائر وهم ليس بشيوخ عشائر، مع كل الأسف بالآونة الأخيرة بدت لهم لقاءات مع ملوك من الخليج، لهم لقاءات مع جهات من إيران، وهذه اللقاءات هي اللي جاي تسبب النزاعات العشائرية بالمحافظة. تباوع كأنما شغل منظم تكتيكي، متى ما أرادوا أن يخلقوا المشاكل في محافظة البصرة يخلقونها. النزاعات العشائرية تودي أحيانا بحياة الأبرياء الذين لا ينتمون إلى طرفي النزاع، ما يخلق ويطور طبيعة النزاعات في تلك المناطق. على الرغم من حملات التفتيش عن الأسلحة وانتشار القوات الأمنية العراقية في مناطق النزاعات، إلا أن السلاح المنفلت ما زال في متناول أيدي أبناء العشائر. إيهاب الركابي، اليوم، مدينة البصرة.